مشوارنا رح يكون على ويفي كلينيك. موضوعنا الأساسي اليوم رح يكون السيلوليت. انتو بتعرفوا هالموضوع كتير كبير ومشعب، لهيك أمور كتيرة لازم نضوي عليها مثل طريقة الأكل، السبور والمشين اللي لهم علاقة بالسيلوليت. أماني تانكيو على الاستضافة الغير شكل أو هالمشوار الحلو اللي اليوم أنا والمشاهدين عم نزورك فيه. أهلا وسهلا فيكم. أماني عارفينا شوي أكتر عنك للي بعد ما بيعرفي. اسمي أماني خفاجة، أنا أصلاً خريجة الجامعة اللبنانية علوم حياة، وبعدها تخصصت بعلم التغذية فأعتبر أخصائية تغذية، ودارسي كمان بيرسونال ترينر مع SBI. فالفكرة هي إلنا نحن هون بويفي كلينيك، كلمة ويفي اللي هي لايف ستايل، وي دو في، إلنا من 11/11/2011، يعني هذا كان انطلاقتنا. ف 12 سنة من شغل كأخصائية تغذية، وخاصة خص كل شيء بالتنحيف. يعني موضوع التنحيف شاغل بال الكبار والصغار، بس يمكن في كتير أمور عم بتبعوها بطريقة غلط. يمكن حتى هلأ السوشيال ميديا إذا بدنا نفوت على الفيديوز بنزلون مثلاً خسار وزنك، أما خسار 5 كيلو بيومين أو 3 أيام، هيدول قدي غلط وقدي عم بأثروا سلباً علينا. ريتا، اليوم السوشيال ميديا يعني مش طبيعي، عن جد مش طبيعي. يعني تخيلي في أشخاص ما عندهم مزاولة مهنة، حتى منهم إخصائيين تغذية، صاروا عم يطلعوا يحكوا نيوتريشن. هلأ ما غلط، في ناس عن جد عم تحكي صح، بس كمان مش كل شيء عم يحكوا صح. فعم نوصل لمطرح العالم صار عنده ما عارفة الصح من الغلط. هلأ المجتمع اللبناني بالذات، مش بس العربي، اللبناني بالذات كتير عنده معلومات خاصة بعلم التغذية. اللي صار إنه كل حدا صار بيعرف شوي بعلم التغذية عم يطلع ويحكي. هلا الحمد لله صار في نقابة بتقدر تحمينا، كل حدا ما عنده مزاولة مهنة عم يشتغل اونلاين بطريقة مش مزبوطة عم يتوقفوا عبر المحامي تاع النقابة، وهذا الشيء منيح لكل اخصائي تغذية انه كمان هو اليوم ياخذ حقه بهذا الفيلد، لان اللي صاير انه اليوم ناس بتحكيك اشياء حتى مش لوجيك ولا منطقية ولا علمية. بيجوني تليفونات، اماني مزبوط انه حليب الاطفال مأذي؟ اماني مزبوط انه نحن فينا ناكل ماكدونالدز؟ هيك هلا الترند، اماني نحن فينا نعمل هيك؟ انا سمعت فلان عم يحكي هيك، طب هذا الفلان مين هو؟ طب انه انتم اليوم، لما انا هيدي اللي بحب اوجهها رساله للمشاهدين، انه بليز لما بدكم تتابعوا حدا عم يحكي بعلم التغذيه كونوا اكيدين انه هو اصلا معه الشهاده. أو حتى أماني بيوصفوا دواء أو بيوصفوا إبر، مثلا هلأ في ترند الإبر قدي درجة كتير درجة خاصة لما فيك تروح تشتريها بلا وصفة. للأسف للأسف للأسف، مع أنه إجت فترة الوزارة منعت أنه يروح يشتري أوزامبيك أو سكساندا بلا وصفة حكيم، والصيدلي مجبور ياخد الوصفة مع الهوية تاعت الشخص. لغت فجأة كنا ماشيين فيها ومبسوطين، انا شخصيا كنت كثير مبسوطه، لان عن جد ما لازم تنعطى لمين ما كان. اي شخص اليوم عم يجي صار عنده بعد 3 شهور ما اخذ النتيجه اللي بده اياها، دغري بيروح بيتوجه لانه ياخذ هول
الأبر. هول أبر هن اصلا للناس اللي عندها مرضى سكري. ما عم نقول انه دراسات ما اثبتت انه هن بينزلوا بالوزن، امبلا بينزلوا بالوزن، بس مش لكل الحالات ومش لكل الاشخاص للاسف، انه هي لها كثير عوارض سلبيه. الاشخاص دغري بتفكر انه هي مثل شيء سحري، يعني نحن رح ناخذها وبعد اول ابره نحن حناخذ نتيجه حلوه. بينفنسوا انه حتى ممكن ياخذوا 3 دوز وما يكونوا عم ياخذوا نتيجه، وهيدا الشيء غلط لانه في اجسام بدها وقت اكثر من غيرها. وكل حدا عم ياخذها بلا وصفه حكيم انا كثير بزعل، بقول لانه عن جد حسب الوزن، حسب الشخص، حسب قد ايه الانسولين بالدم، حسب اذا الليفر بيحمل انه انت تحط فيه الاوزامبيك او السكساندا ولا لا، لانه في ناس عندها لازم يعمل فحص الكبد، شيء كثير ضروري. كمان في شغله انا بحب دائما اقول عنها، يلي اللي جرب يعمل عمليات سليف وما قدر يضعف، اللي جرب يعمل ديتوكس وما قدر يضعف، اللي عمل كيتو وما قدر يضعف، اللي حياخد اوزامبيك ما حيضعف. نفس الشيء. ليه بس؟ حاسالك سؤال، معقول حدا يعمل سليف ويرجع يخبص بالاكل ويرجع ينصح؟ طب معقول حدا يجرب يعمل دايت وينزل ويرجع يطلع؟ يعني هو حدا بعده فكريا منه جاهز انه يضعف. اليوم الدايت هو اسلوب حياه، هو قرار الانسان بده ياخده، انه انا رح ضلني على هيدا الوزن كل حياتي، كيف؟ بطريقه صحيه، يكون مقتنع انه الاكل الصحي هو متعه، مش الاكل الصحي هو قصاص. كل ما انت اليوم تجيني كلاينت وبتقلي اماني عبالي اكل باستا، هيدي لحالها دليل اني ما انا جاهزه فكريا تضعف. كوني اكيد صدقيني، هي لما تقول امبارح اكلت باستا اماني يا مش كانت طيبه، هيدا الانسان بيضعف. طب بده ياكل واحد باستا؟ ما انا اللي عم بقول لك بليز كلي باستا. انا اللي عم بطلب منك انه بليز كلي باستا وكليها انت مبسوطه، ومن دون ما تكوني مأزمة حياتك وحاسه بالذنب لانك اكلتيها، لانه هذا مش اسلوب حياه صحي. من الاخر فينا ناكل كل شيء بطريقه صحيه. يعني انت دائما بدك تعرفي اللي عنده وزن زايد يتحملني شهرين ثلاثه تنزل له هالوزن الزايد. انا من ناحيتي اماني رح اتحملك سنه منيح. بدي امضيكي على ورقه. في ورقه بدك تمضي عليها وححاسبك عليها حد المشاهدين، انا عم خبرك. عن جد بتعرفي انه كنت مضي الناس قبل؟ انه اعطيني 6 شهور، 3 شهور بننزل بالوزن، 3 شهور الباقيين بيكون الفكر تعود على هيدا اللايف ستايل، وبترك هيدا الشخص، بصير يزورني بالسنة مرة، مثل طبيب الصحة العامة، مثل طبيب الفاميلي ميديسن، اللي هو أنت كل سنة لازم تعمل تشيك أب، أنا بكون من هو الأشخاص. صدقيني إنه عندي ناس هيك بيقولوا لي إنه نحن اليوم عن جد صار اللايف ستايل تاعنا هو أكل صحي. هول الناس اللي هن بضلهم ضعاف كل حياتهم، بس إذا هو دائما حاطط براسه أنا بس خلص الوزن اللي زعجني وبس اضعف كل اللي بدي اضعفه، بدي روح اعمل بدي اطلب كل شيء، هيدا فكريا منه ضعيف، يعني هذا فكريا منه جاهز انه يكون كل حياته ضعيف. فانا هي نصيحتي للكل، انه عن جد حضروا حالكم من جوا، اقتنعوا انه هذا الشيء صح. بتعرفي شو كمان؟ لو الاشخاص بتعرف انه على ال 30 وعلى ال 40 الجسم بيتغير كل 10 سنين بيتغير. يعني نحن وبالعشرينات قد كنا نخبص، قد كنا ناكل، كنا ننصح كيلو 2 كيلو ما بيبينوا، على 30 بلشت تفرق المواضيع، على 40 يا لطيف. علقوا يا لطيف. فانا منشان هيك بحب اشتغل مع الصغار افضل، ايه بحب انه وعيهم من هلا حتى يكبروا ما يكون عندهم مشاكل يلي نحن جيلنا عم نعاني من هيدي الاشياء، لانه نحن بجيلنا بلشت الفاست فود والهامبرجر والبيتزا وهالقصص، هيدي الطلعة الشوت الكتير كانت عالية، وهلأ صار عنا وعي انه نحنا شو عملنا بهيدي ولي كل 10 سنين. فمشان هيك هيدا الجيل عن جد عم يجرب فيه كل شيء. فالجيل الجديد اتمنى انا انه يكون عنده وعي اكتر من نحنا بكتير، اكل صحي ليش لا، صلاة دايما موجود، الخضرة الفواكه ان شاء الله ان شاء الله. اماني اليوم موضوعنا الاساسي هو السيلوليت، انت اليوم بدك تخبرينا اكثر عن موضوع السيلوليت وكيف الطريقه اللي بدنا نتبعها تنحمي حالنا من السيلوليت، او اذا عنا سيلوليت نتخلص منه، من طريقه الاكل لنوعيه الاكل للسبور للتكنولوجيا الجديده اللي نازله هلا، بدك تخبرينا اكثر عنه. موضوعنا اليوم ظاهره بتعاني منها 80-90% من النساء، حتى الرجال بعض منهم بيعانوا منها بس النسوان اكثر بكثير. سيلوليت شو هو؟ سيلوليت هو تكتل دهون تحت الجلد بيعمل التعرجات يلي بتزعج كل النساء.
شكلها مثل قشرة البرتقال لما نحن نضغط على الجلد ببينه. لما تصير عنا السلوليت بصير في عنا مثل كأنه طعج بالجسم. فمن هون نحن الهيلثي سكين كيف بيكون، ولما يصير في عنا السلوليت كيف بيكون الجلد. السلوليت ما له عمر، يعني ممكن صبية عمرها 14 سنة بتعاني من السلوليت وبيضلوا يزيد مع العمر أكتر وأكتر أكيد، حتى إذا كانوا ضعاف كمان عندهم سلوليت. عالضبط، يعني ما خص الوزن بموضوع السلوليت. الضعاف أنا بالعيادة عندي بشوف حالات ضعاف أكتر بكتير من اللي عندهم وزن زايد. ليه؟ لأنه ممكن هن كانوا أنصح وضعفوا أما لا، هيدي واحدة من الأسباب، بس مش هيدا هو السبب. بس العامل الجينائي هون بيلعب دور كتير كبير. وفي سبب تاني اللي هو الأنهلثي فود، يعني اتباع النظام الغير صحي وقلة الحركة. بلاس عن هيدا كله في أسباب هرمونية، يعني في عنا مشاكل اضطراب الهرمون، وفينا نعدد شوية هرمون. في نساء يمكن تنتبه لأنه أنا عندي هيدا المشكلة اللي حنحكي عنهم. وعنا كمان مشاكل بالجهاز اللمفاوي اللي هو الجهاز الأساسي للتصريف للسموم خارج الجسم. فالناس اللي جهاز اللمفاوي بجسمها معطل، هيدي أكتر النساء نحنا منشوف عندها السلوليت إذا بدك المتورم، الإديمة اللي عامل تورم. لأنه حتى السلوليت أنواع، يعني في أشخاص هن واقفين بتشوفي عندهم شوي سلوليت، هن نايمين ما بتشوفي شيء. في ناس هي واقفة بتشوفي عندها كتير سلوليت، في أشخاص بتشوف السلوليت عندها بوضوح وكأنه معبيين مي. فهون بنحكي عن الجهاز اللمفاوي. هلأ السلوليت عادة تشخيصه، الأشخاص دايما بتفكر أنه هي هيدي ناصحة فعندها سلوليت، مخص أبدا. في ثلاث أشياء بدنا نحكي فيها لما نحكي عن السلوليت. بدنا نحكي عن الجلد وأهمية العناية بالجلد، بدنا نحكي عن نسبة الدهون تحت الجلد، وبدنا نحكي عن العضلة اللي بتصير تحت. لأنه مثل ما بتشوفي الجلد، الدهون، العضل، فهول ثلاث أشياء نحن بنشتغل عليهم عبر الأكل، ورح نشتغل عليهم عبر التكنولوجيز بالماشينات. رح نحكي عن هول الشغلتين مع بعض. أوكي، حكينا أنا وأنت أول شيء عن المشاكل الهرمون. شو هن الهرمون اللي بيأثروا؟ أكثر النساء عم بتعاني من الانسولين ريزيستنس، مقاومة الانسولين، صارت كلمة معروفة وشائعة كتير. طب شو الأكل اللي هي فيها تنتبه ما تاخدهم؟ السكريات بكل بساطة، عدو السلوليت من الآخر السكريات. النشويات السيمبل، نحن لازم ناخد دايما الغنية بالألياف، القمحة الكاملة، ناخد الأشياء اللي فيها كتير ألياف. هاي ده هون بيكون عم ناخد النشويات ذات جودة عالية، هون نحن بيكون عم نحمي الشخص من السلوليت. طيب لما نحكي عنا ارتفاع بنسبة الاستروجين، هيدي المدام يلي بتحس حالها عم بتزيد بالوزن مش عم تعرف كيف، عندها اضطراب بالدورة الشهرية، مزاجها مش كل هالقد، عندها حساسية على البرد، هولي أو عم بهر شعرها كتير، هون بيكون عندها نسبة استروجين عالية. هيدي خاصة شي بالغدة أم لا؟ لا هوني ما خاص بالغدة، هيدا الهرمون الاستروجين بس بيكون هو اللي عم يلعب. هوني نحنا في أكل خاص لهيدا الموضوع، هلأ لازم ننتقل لهونيك تنحكي عنه. رح ننتقل أصلاً. يس. وعندنا كمان هرمون الكورتيزول، هرمون الستريس، كتير هيدا الموضوع كتير مهم. كيف نحنا فينا نخفف من الستريس بحياتنا؟ صدقوني الرياضة سر من أسرار هالحياة. يا ريت الأشخاص عن جد تقتنع قد أهمية الرياضة حتى تخفف من هرمون الكورتيزول. الستريس بخف، الهرمون السعادة بيطلع، كتير كمان بيساعدنا كرمال موضوع السلوليت. النوم الكفاية كتير مهم، النوم كتير أساسي لأنه كمان بيفرز لنا هرمون الميلاتونين اللي هو كتير أساسي كمان لموضوع السلوليت. بديك تخبرينا أكتر عنا القصص أم الأكلات اللي بيساعدوا تنخفف السلوليت. مظبوط، في كتير أشياء فينا نساعد حالنا بالبيت نخفف من السلوليت. يعني مثلاً للأشخاص اللي حكينا عنهم عندهم مشكلة مقاومة إنسولين، حكينا بدنا نوقف سكريات وبدنا ناخد النشويات اللي لها جودة عالية. عالية. طب الناس اللي عندها استروجين عالي كيف فيها هي توطي من هذا الهرمون؟ فيها تاخد البروكولي، الملفوف،
فيها تاخذ كل شيء جرين فيجيتابلز، كل شيء لونه اخضر، الارنبيط هو الاشياء مثلا كثير مهمين لحتى تخفف من الاستروجين. للناس ياخذون اماني مسلوقين فيهم كسناك بس انه ما فيني يكلون بالطبخ كمان مثلا مسلوق مشوي اكيد فينا مسلوق، بس اذا قدرنا ناخذ الاشياء نيه كثير افيد. ليه؟ دائما لانه كل العناصر الغذائيه بتضل فيها. اما اذا سلقوا كستيم اكيد بنحافظ على العناصر الغذائيه، بس اذا سلقوا بطنجره المي وراحت المي كبيناها كثير بنخفف من قويتها اذا بدك. فالملفوف الارنبيط على فكره كثير طيب نايم، الناس ما بتعرف انه هو طيب، بس في منهم اللي بياكلون مع مايونيز وكاتشب ما ناكله احسن. اوكي، حتى العنب الاخضر كثير مهم كمان لتخفيف نسبه الاستروجين والفجل. بس انه اذا بدنا نحكي عن عنب قد ايه الكميه اللي لازم ياكلوها؟ هيدا سؤال عام اذا بدك. دائما نحن بنقول الفواكه بنحددها حسب وزن الشخص والعمر ميل اور فيميل. حنحكي عن فيميل، عاده الامراه بتحتاج لحصتين فواكه بالنهار. العنب 15 حبه كبيره هن حصه فاكهه. اوكي كثير حلوين، يعني 30 حبه اذا صغار. مظبوط. لا اذا قصدي اذا اثنين فواكه يعني 30 حبة وسط. كمان الزبيب؟ لا الزبيب ما له علاقه بالسكريات. الزبيب هو عنب مجفف وممكن نحن نكون عم نزيد له سكر، فانا ما بحكي، عم بحكي عن العنب الطبيعي. والبذر تاع العنب هو الفوائد بقلبه الانتي اوكسيدنت. يعني كمان كرمال نضاره البشره. تتذكري لما حكينا بالسلوليت انه نحن مش بس موضوع انه نحن بدنا نخفف من الخلايا الدهنيه، بدنا نحافظ على نضاره الجلد. نضاره الجلد بتعني انتي اوكسيدنتس، لازم ناخذ كل شيء في بقلبه مواد ضد الاكسده. الفواكه والخضره هن اكثر عناصر بتساعد لهذا الموضوع انتي ايجينج. فمنشان هيك العنب، بذر العنب بتحتوي على كل شيء خاصه، بس نحن نكسر البذره ايه مش انه نبلعها مثل ما هي. ايه كثير شيء مهم، كثير شيء مهم هذا الموضوع. عندك مثلا الاناناس. اناناس بضعف شيخ. مش مزبوط هيدا الحكي ابدا، هو فواكه مثله مثل غيره، بس الاناناس فيه ماده البروميلين اللي هي بتساعدنا كثير لحتى نتخلص من الدهون بالجسم والسلوليت بالضبط. بس ما يعني انه هو بضعف، كل شيء كثرته مثل قلته نخرب الدنيا. نخرب الدنيا. كاسة أناناس تقريبا هي اللي بتعادل حصة فواكه. فالأشخاص اللي بتعاني من السلوليت وحابة إنه هي تفتش على مصادر غذائية تاكلها وتتسلى فيها وتساعد حالها لتتخلص من السلوليت، فيها تكون فواكه الأناناس باعتدال. فواكه الأناناس مش يعني بديل الفواكه اللي ممكن تاخدها خلال النهار، يعني مش إنه شيء زيادة لنروح السلوليت. منكون بشي منصير بشي، منكون عنا مشكلة سلوليت بصير عنا وزن زائد. ولكن اللي مفكر إنه الأناناس بضاعف، هو ما بضاعف، هو بديل للفواكه. كل نوع فواكه فيه مواد بتساعد لشيء معين. الأناناس بيساعد لإزالة الدهون والسلوليت. كل سبحان الله كل لون فواكه بيحميك من نوع كانسر، فمنشان هيك لازم نستفيد من كل شيء انخلق بالطبيعة. بس انا دائما بقول باعتدال. طب شوفي مثلا البندوره. البندوره فيها ماده الليكوبان اللي هي ماده كثير مهمه تحمينا اصلا من الامراض السرطانيه، وبتعطي نضاره للجلد بطريقه جدا رائعه. فكمان لانه الاشخاص اللي عندها مرات سلوليت بيكون ما عندها وزن زايد، بس بيكون في عندها ترهل. طب هول الاشخاص بدهم دائما يعطوا نضاره للبشره، سو فيهم ياخذوا طماط سوريز يتسلوا فيها، حتى البندوره كبندوره. بوقت انه كانوا يقولوا انه البندوره للي عنده ايه صح انه ما لازم ياكلوا بندوره اللي عندهم سلوليت. هلا في ناس عندها مشاكل احتباس مي، هون الناس من بعدها عن البندوره، بس نحن عم نحكي للناس اللي هي بتعاني من السلوليت وبحق لطبقه جلديه بدها تكون ظاهره احلى، صوب نحن نعطيها الليكوبان. عندك مثلا كمان للبشره نعطيها نضاره، كل شيء اوميجا 3 وين موجودين؟ بالتشيا سيدز، بالفلاكس سيدز اويل، بالسان فلاور سيدز، ببذر الدوار الشمس، بذر الكتان، عندك اللوز، جوز، كثير هول اشياء فيهم اوميجا 3 كثير بيساعدونا يعطونا نضاره حلوه للبشره، كمان بكميات معتدله وبطريقه صحيه، لانه في اشخاص بياخذوهم اجوجو يعني بياخذوهم. بس انا اللي استغربته ايه مزبوط صح. لانه انا حتى عم نحكي كنا عن بذر الكتان بفكروا الناس انه زيرو كالوري، ابدا لا فيهم كالوري، فهن بيور فات، هن دهون صحيه، اوميجا يحتوي على اوميجا 3 كثير عالي. طب تخيلي 6 حبات لوز فيه 45 كالوري دهون، جوزتين كاملين اذا بنكسرهم فيهم 45 كالوري دهون. فكل شيء باعتدال، بس هن الاكل يلي بيساعدوا لنضاره البشره.
ومهمين كثير للذاكره، مهمين كثير لكل شيء. انا بالنسبه لي هالاشياء كثير مهمه ومفيده. غير الاوميجا 3 شو فينا نستعمل شيء حافظ لنا على النضاره؟ العنصر الاساسي للجلد هو الكولاجين، هو البروتين اصلا الموجود بقلب الجلد، مع تقدم العمر كثير بخف. فنحن مفروض دائما نحافظ عليه ودائما نركز على الكولاجين. في كثير اشخاص بتاخذوا امبول بتشربوا، في اشخاص بتاخذوا باودر او حتى بتاخذوا كبسول. المهم انه في كثير ناس بتاخذ كولاجين لتحافظ على نضاره بشرتها ولتحافظ على الالاستيسيتي تاعت البشره. بس كمان من خلال الاكل فينا، يعني الناس اللي بتقدر تسلق عظم البقر، المراه تاعت عظم البقر تحتوي على كميه كولاجين كثير عاليه، فيها تستخدمها بالطبخ تاع بيتها كمان بتستفيد من الكولاجين. ما فيها كالوري بيكون؟ اكيد فيها كالوريز، بس انه شيء كثير قدام اهميته مش مهم. الكالوريز والمي قد ايه مهمه للسيلوليت؟ تتذكري لما حكينا عن الجهاز اللمفاوي وهو المسؤول عن تصريف السموم بالجسم؟ طب انت اعتبري جسمك اليوم كانه غرفه، وهي الغرفة لازم يكون فيها مثل مصفاية نقدر نكف فيها الأشياء اللي ما بدنا إياها. سموم. هيدا الجهاز اللمفاوي أساسه إنه نكفي سموم. طب بدك تكبي مي حتى ينزلوا السموم، فالناس اللي ما بتشرب مي عم تأذي كتير حالها. مش بس عم تأذي حالها، عم تعمل لحالها كتير أمراض ومشاكل، عم تخلي الأوساخ ترسب بجسمها. المي سر من أسرار هالكون. انا بقول مش بس للسلوليت، المي هو سر لكل شيء عن جد، حتى لنضاره الوجه. بس اهم من هيدا وكله المي، حتى مرات قله شرب المي والاشخاص اللي بتاخذ كثير ملح بتسبب لحالها الصوديوم العالي بالجسم انها تصير عندها تورم. فبتلاقي انه في كثير ناس منا ناصحه بس مورمه. هولي ناس كثير بياخذوا صوديوم، بياخذوا كثير اشياء فيها ملح، فاذا ما شربوا مي هاي المعادلة ما بيسوى، يعني بيضلهم هني عم يعطوا هيدا الفورم، هيدا الشكل. مشان هيك نحن لما نشخص الناس اللي عندها سلوليت لازم دغري نقدر نعرف انه هولي ناس عندهم تورم، هني ما عندهم مثلا دهون، عندهم املاح زايدة بجسمها. مش بس شرب المي، فينا ناخد بوتاسيوم. البوتاسيوم من خلال الاكل بخفف لنا نسبه الصوديوم بالجسم، نسبه الاملاح. كيف شو الاشياء اللي فيها مثلا بوتاسيوم؟ الاناناس وحده منهم، الموز فيها بوتاسيوم، المشمش المجفف فيه بوتاسيوم، كمان هو قصص فينا نحن نعتمدهم. كل شيء اخضر، اللحوم الحمراء بس اللي ما فيها كثير دهن. أو الكرايو لايبوسكالت هي من أحدث التكنولوجيز يلي بتساعد للناس اللي عندها كتلة دهنية زعجتها إنها تتخلص من 25% بجلسة واحدة ل 35%. كيف؟ نحن بنحط الماشين على جسمها للمدام، بنسحب الفات بنحطه هون جوا، على درجة حرارة ناقص 10 بيتحول الفات لكريستال. بس يتحولوا لكريستال، البرين العقل ببطل يقراهم انه هو لفات، سو بيبعت حتى يقدر يكبهم برات الجسم بطريقه امنه وطريقه كثير حلوه. النتيجه بنشوفها بعد شهر تقريبا ل 40 يوم، وفي ناس بتبقى شهرين تتشوف نتيجه، وبيخسر الشخص من 5 ل 12 سنتيمتر بالجلسه الواحده. الالكترومغناطيك هاي الماشين بتشتغل لتحفيز الكتلة العضلية لترجع تقويها. انا كتير بحبها للناس يلي هي ما بتقدر تعمل سبار. في كتير ناس ما بتحب تعمل سبار، بس بالنهاية لازم تحافظ على الكتلة العضلية، وخاصة انه بعد عمر الثلاثين المرأة بتخسر تقريبا كل سنة 5% من الكتلة العضلية بجسمها، فهي بحاجة دايما تنتبه لهذا الموضوع. اذا هي ما بتحب السبار او هي ما بتقدر تعمل سبار، عندها مشاكل ركبة او اي مشاكل تانية، سو هي بتقدر تعمل الاي ام اس يلي كتير بتساعدها على تقوية الكتلة العضلية بكل جسمها، يعني كوادريس، بطنة، كل المناطق بالجسم، بترجع بتخلي الكتلة العضلية قوية ومشدودة. أي شخص عنده حابس جسمه مي مش على ذوقه يعمل مساج، مجبور يعمل مساج.
ضروري انه نقدر نفتح البوان دو دريناج، نفتح المسام يلي بتحفز الجهاز اللمفاوي تيقدر يكب زياده المي اللي عم تنحبس بالجسم، ومش بس زياده المي، حتى السموم الموجوده تحت الجلد اللي هي بتعبيها الخلايا الدهنيه. فاليوم فينا نعمل المساج اليدوي وفينا نعمله عبر الاندوسفير اللي هي من المكانات الجديده يلي بتشتغل على المايكرو فايبريشن بطريقه كثير حلوه وكثير ناعمه، بتعمل مساج للمنطقه اللي فيها سيلوليت، بتحفز الدوره الدمويه وبتساعد كمان لتحفيز الكولاجين بالجلد. من أقدم التكنولوجي الموجودين بعالم التنحيف هو الكافيتيشن والراديو فريكوانسي. الكافيتيشن أو الألترا ساوند اللي هي بتعتمد على تكسير الدهون، يعني أي شخص اليوم عنده دهون صلبة بجسمه الألترا ساوند بيقدر يوصل لهيدي الدهون الصلبة ويقدر يكسرها. اما الراديو فريكوانسي فهي التكنولوجيا اللي انا على طول بسميها المكوايه يلي بتشتغل بطريقه كثير حلوه انها تكسر كولاجين الجلد، فالجلد بيستفز تيعمل نيو بيبي كولاجين. فهون احنا بنكون عم نحافظ على نضاره جلد كثير حلوه، وبذات الوقت الراديو فريكوانسي عندها خصائصيه حلوه انه هي فيها تذوب الدهون اللي تحت الجلد دغري، يعني السيلوليت بتقدر تذوبهم تيصيروا حجمهم صغير وملمس البشره بيكون مالس وكثير مرتب. بنهاية حلقتنا لليوم أماني، ترانز الماشين إن كان للتنحيف إن كان للسيلوليت إن كان لكل شيء ما بيخلصوا صح. بس كيف كل صبي أم كل شخص بيقدر يعرف الماشين اللي بتناسب له جسمه ويلي رح يستفيد منه أم لا؟ 100% هون بدنا نعرف انه التشخيص كثير مهم. مثل ما قلت لك باول الفيديو، في اشخاص عندهم السيلوليت ظاهر، في اشخاص عندهم السيلوليت مورم، فهون التشخيص هو اساس نحن نعرف كل شخص شو بده. والسيلوليت علاجه ثلاث اشياء: السكن، الجلد، والدهون الموجوده تحت الجلد والعضل. فلازم نشتغل على الثلاثه سوا، على الثلاثه سوا، وحده بلا الثانيه ما بناخذ نسج صراحه. والنظام الصحي اكيد ضروري جدا، والحركه والسبار قد ما بنقدر، نشرب مي اهم شيء المي. اماني ثانك يو سو ماتش. مشاهدينا بشوفكم جمعه الجاي بحلقه جديده وموضوع جديد، انطرونا.